بالله تشاو 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 تروح معايا تاكلوا سباغيتو. السلام عليكم احبابي احباب القلب، مرحبا بكم، ان شاء الله يدوم عليكم ضحكه ونعمه دائما، ان شاء الله تكونوا هايلين ومبسوطين. الزوالي لازم يسافروا ولازمنا كامل نسافروا، نروحوا ايطاليا. ايطاليا المدينه الجميله والشباب بزاف، وهذه المره راح نعرفكم على سباغيتي الايطاليه بلاصوص بولونياز مع مغامرات مع امي. راح نقول لكم كيفاش هي. صرا لي واحد العفسه هكذايا، شوفوا كان عندها، قالت لي عندها ضياف، جوها ضياف وطيبت لها المثوم، شريت لها الفيونطاجي، حكمت نص الفيونطاجي تاع المثوم هذاك خبيته في الكونجيلاتور من الداخل كامل، باش نهار كي تحوس تجبد حاجه من صوالحها لداخل الكونجيلاتور ما تلقى ما تشوفوش. خبيتو تخبيت وراه صاشيات، صاشيات كما تشوفوا الكونجيلاتور معمر صاشيات. ومن بعد نفحت لي السباغيتي ايطاليه بلاصوص بولونياز، رحت جبت هذاك الفيونطاجي وزيت حطيته باش يديكونجلا لي يعني يطلق روحه، وباش نخدم هذيك السباغيتي تاعي كيف يطلق روحه. درت داخل كاسون هذيك الصغيره وغميته بالفراش وزيت حطيته في جهه واحده اخرى وخليته وكان نص نهار هو داخل هذاك الاسمو باش يطلق روحه، باش من بعد نطيب هذيك لاصوص بولونياز. من جهه اخرى رحت العشيه كامل وقت العشاء طيبت هذا السباغيتي، وقت العشاء رحت درت الماء يغلي وحطيت فيه شويه تاع الزيت وحطيت شويه تاع الملح وحطيت معاه زوج ورقات تاع الرند باش يجي هذاك السباغيتي تاعي يجي مفحفح. الله الله كيما يحب الخاطر. وهنا كما راكم تشوفوا زمان بهذا السباغيتي تاع الدقيق الكامل خدمت به شوربه السباغيتي، وهذه المره راح ندير سباغيتي تاع براسوس بولونياز على الطريقه الايطاليه ما شاء الله. واش نقول لكم، خطير 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 المذاق. المهم بعد ما غلى لي الماء حطيت السباغيتي تاعي يتغلى لي وحطيته كامل بلا ما قسمته على زوج ولا حتى حاجه. من جهه اخرى نخدم لاصوص تاعي. واش درت، جبت حبه تاع بصل متوسطه فرمتها، يعني كما نقولوا نقطعها اذا قطع صغيره ولا فرم ناعم يعني صغيره خلاص ما تربيوهاش، قطعوها بيدكم باش تجي مليحه باش تجي بنينه. هو السر تاعها كيف تقطع، ماشي في ترابيوها ولا تروحوها بالميكسور ولا حاجه، لا لا رابيوها وقطعوها غير بيدكم. حطيتها في المقله تاعي. واش راح نزيد هنا، راح نجيب تقريب راس تاع الثوم، تقول واحد 6 سنه تاع الثوم حتى 7 سنه تاع الثوم على خاطر هذه الصوص تحب شويه تاع الثوم، وكرازيتهم لو تحبوا تدقوهم بالمارش ولا تسكرفجوهم عادي، وتحطوهم في هذا المقله تاعكم ولا الكاسرونه اللي حطيبوا فيها هذه لاصوص. نحط هنا شويه زيت، انتم اذا تحبوا كذلك زيت الزيتون استعملوا زيت الزيتون، طيبوا بزيت الزيتون عاديه تجي كذلك بنيان اللي يحب زيت الزيتون. وهذاك الفيونطاجي حكايته حكايه، يعني ما حبش يدي كونجلا لي خلاص، عاود حطيته كما هذاك قلت له ريح هنا دوك بالعقل حتى نطيبك حتى تذوب كامل. حطيت معها شويه تاع الكمون وشويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل، هذا واش نحتاجو في هذه الصوص بولونياز. اذا كانت عندكم الزعتره حطوا له شويه تاع الزعتره تعطي له بنه بزاف شابه. وهنا حكمت هذيك السباغيتي بعد ما تغلى لي رحت قطرته، وهذاك الماء تاعو استحفظت به ما حبش نرميه، زدت له شويه تاع زيت الزيتون وخلطته ما بين هو راه سخون والصلصه تاعها راهي الطيب، ونضرب على الفريش يدير وما نلقاش المعدنوس. واش نقول، عبدو تجري سلكني، روح عند جارتنا الشريفه الخياطه الله يذكرها بخير ان شاء الله بارك الله فيك، غارسه واحد البوكي تاع المعدنوس، هيا جاب لي شويه من عندها، جاب لي واحد الربيطه تاع المعدنوس هكذاك فرمت منها شويه. وهذاك الفيونطاجير راهو يتقلل على نار هاديه وخليته يتقلى، وراني نحرك فيه غير بالعقل بلا حتى وين ذاب. المهم يمي دارت لي حاله قالت لي ما تطيبليش نهار طيبلي توسخ لي كاع الدنيا، قلت لها خلاص ما تكسرش راسك، انا اليوم راح نطيب ونغسل المعن وكولي برك، المهم غير تاكلي فقط وما كاع ما تكسرش راسك وما تعيش روحك في الامور تاع تاع غسل المعن ولا حاجه، انا نغسلهم. من جهه اخرى رحت حكمت هذاك الفيونطاج تاعي بعد ما تقلت، حطيت فيها مغرف تاع طماطم مصبره معمره مليح، طماطم مصبره معمره مليح، ومن بعد خليته كيف تقلت معاهم باش كيما يقولوا تتحمس مع هذاك الفيونطاج البصل. وراح نزيد نمرق بالماء تاع السباغيتي، الماء تاع السباغيتي انتم هنا الفيونطاج تاعكم ما تكثروش بزاف الملح في الصوص تاعكم على خاطر الماء تاع السباغيتي راهو طايب، السباغيتي طايب في هذاك الماء والماء هذاك فيه الملح، باش كي نزيدوه ما تجيناش لاصوص تاعنا وتجيش مالحه. المهم لاصوص تاعكم هنا لازم تجي خاثره كما راكم تشوفوا هنا، وخلوها شويه تختك تك تك هذيك تعطي الرنه هذيك الشابه، ونزيدوا عليها المعدنوس لداخل واحد الريحه تخرج منها ما شاء الله، عن جد عن جد واو تهبل امبيكابل، كل شيء كل شيء
اللي تقولوا عليها بزاف بنينه. المهم خلوها تخثر هكذا شويه تخثر مليح، ومن بعدين راحين نطفوا عليها وتكون الصوص برونيز تاعنا راهي واجده وحشانا. في 10 دقائق، في 10 دقائق هذيك ابي بي 10 دقائق يوجد العشاء تاعكم بالخف، بالاخص اللي تكون تخدم فيه برا ولا تخدم فيه خدامه برا، تجيب الخف ديري وليداتها سباغيتي ايطاليانو هايل 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 وبنين على الكيف على يعني راح يحبوها ولادهم، بالاخص الدراري يحبوا السباغيتي كي يكون هذا بولونيز. تقدروا اللي ما عندكمش الفيو النشيط تستعملوه فيه اللحم المفروم الدجاج المفروم. انا راح نزيد لكم الطبق كما راكم تشوفوا فيه. تقدروا تحطوا شويه صوص من التحت قبل ما ديروا السباغيتي تاعكم، ولا تحبوا ديروه من الفوق ومن بعد تخلطوه كما راكم زينتو. هما يديروا فرماج بارميزون اللي سبيسيال تاع سباغيتي لي بات، وحنا كيما عندناش راح نديروا غير الشيدر فقط اللي مدير كيما القالب تاع الصابون هذا كيما تاع الحجره، حكوا رابيو عليه يذوب شويه عليه، رشه تاع معدنوس، حطيت شويه تاع الزعتر خضره كانت عندي مغروسه في البوكي تاع الجرده، درت منه شويه في فوق منه باش تنيك البنه الشابه، وهكذا السباغيتي تاعنا راهي واجده خالصه ما شاء الله ما شاء الله. واش نقول لكم وصفه هايلة بزاف بنينة بالخف توجد، وهذه سباغيتي إيطالية إيطالية بلاصوص بولونيز. خوتي خياتي ما تنساوش تهبطوا أسفل الفيديو تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات أسمر. ما تنسوناش بالإعجاب والبرتاج، وما تنسوناش بطريقة تاعكم الشابين ما شاء الله عليكم. يعني والله العظيم ديفون نلقى الميساج اللي يطلعوا الراس كما يحب الخاطر. واش نقول لكم خوتي خياتي، هذه هي وصفتنا تاع النهار اليوم. وما تنسوناش كذلك اللي جد معنا في القناة نقول لكم القناة قناتكم مرحبا بكم، واللي قدم معنا في القناة نقول لكم إن شاء الله كما نقولوا تعجبكم القناة وتكملوا معنا دائما. طلع في روحتكم بزاف بزاف. جبتك الله جبت هيلة. ها؟ وشنو جبت هيلة؟ بنين الله 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 بقي بقي خطيئة.